طيب الكل شايف السكرين كده؟ باشمهندسين تمام كده يا باشمهندس. نبدأ نشوف أول question في الشيت 7. بيقول إيه؟ write using C a function to initialize port F. إحنا عارفين من اللابس إن port F ده خاص بال peripherals اللي عليها الليدز وعليها السويتشز. فبيقول لك إن هو function to initialize port F pin 4. السويتش اللي على pin 4 as a digital input with negative edge triggered. طيب عند ال negative edge هيحصل interrupt with priority 2. طيب بعد كده write interrupt service routine which changes the color of RGB أو الليدز اللي على port F in a cyclic way from 3 صفار لثلاث وحايد وthen لثلاث صفار تاني. طيب يعني عايز ايه؟ هبتدي اول حاجة انا عايز اعمل interrupt لما يحصل clicking على البوتون، لما اسيب البوتون اللي على pin 4 عند النيجاتيف ايدج يحصل lighting لل RGB LEDs في cyclic way، بمعنى انها تقعد تشيفت من 3 اصفار لثلاث وحايد ينور كل الكومباينيشنز اللي ما بين الثلاثة LEDs، وبعد كده يرجع ان هم كلهم يبقوا مطفيين وهكذا. طيب الانتربت ده انا هشغله على priority 2. طيب يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج اكتب method ان انا initialize port f، وده كنا شفناها في جزء ال GPIO، وهبدا ان انا اكتب الانتربت service routine اللي هيهندل الانتربت اللي هيحصل على pin 4. طيب نبتدي نشوف شكل الكود بتاعي هيبقى عامل ازاي. طيب ده كده شكل الكود، نبتدي نفهم الدنيا ماشيه ازاي فيه. اول حاجه زي ما شفنا قبل كده انا هبدا اكتب ميثود ان انا initialize port f. طيب انا هحتاج ايه ان انا اعمل له initialization في port f؟ اول حاجه انا المفروض ان انا هانيبل الكلوك على البورت ده. طيب فانا هبتدي ان انا اعمل اورنج في الريجستر ده اللي هو سي تي ال الار سي ده، اورنج مع هيكسا 2-0. طيب في الخطوه دي كده انا قلت خلاص ان انا هبدا ان انا اشغل الكلوك على بورت اف. طيب تاني حاجه انا المفروض ان انا كونفيجر بين 4 دي انها اوتبوت، فالمفروض ان انا هبتدي احط في ريجستر اللي هو بورت اف دايركشن اعمل له نوت مع 1-0. طيب لان الاوتبوت بتاعه هيبقى 0 على بين 4. طيب بعد كده هبدا ان انا اديسيبل الالترنت فانكشن، انا مش عايزه يبقى فيه الالترنت فانكشن على البين 4 دي. طيب وبعد كده هبدا ان انا انيبل الديجيتال بين. طيب وبعدها انا هبدا ان انا كلير البيت اللي هي بتاعه البي سي تي ال على بورت 4. الكلام ده كله لغايه كده احنا شفناه في الجزء بتاع الانبوت اوتبوت ريجسترز، وبعد كده ان انا هديسيبل الانالوج فانكشن عليه لان انا شغاله ديجيتال انبوت اوتبوت، وبعد كده هانيبل البول اب على بين 4. طيب لغاية كده في أي سؤال في الجزئية دي قبل ما نخش على جزئية الانتربت؟ باشمهندسين تمام يا باشمهندس. طيب لغاية كده الانيشياليزيشن بتاع بورت اف دن، بس فاضل جزئية الانتربت. أنا عايز أقول إن الانتربت اللي هيحصل على بورت أو بين اف بين البريفر اللي هي بين 4 في بورت اف، أنا عايزاه إن هو يبقى ايدج سينستيف وما يبقاش على البوست ايدجز،
يبقى على الفولينج ايدج، وهكلير فلاج 4 على ريجستر اللي هو الاي اي في. طيب الثلاثه لاينز دول هم دول اللي بيحددوا لي انا هشتغل على الفولينج ايدج ولا على الهاير ايدج او ان انا هشتغل على البوست ايدج. طيب هو كان قايل لي في البروبلم ان هو هيشتغل فولينج ايدج، فانا خلاص عملت نوت مع 1 0 ان هو هيحط 0 على البين 4 دي، فانا هشتغل كده ايدج سنسيتيف وهشتغل على الفولينج ايدج. طيب ناقص بعد كده ان انا انيبل الانتربت على البين 4 دي او السويتش ده، فمفروض ان انا هحط في الريجستر اللي هو جي بي يو بورت اف انتر اي ام، هحط فيه هكسا 10. طيب ده كده انا عملت انيبل على بين 4 في بورت اف. طيب بعد كده انا هحتاج ان انا انيبل بقى الانتربت ريكوست على بورت اف كله. طيب احنا قلنا الانيبل للانتربت بيبقى من خلال ايه؟ النستد فيكتور انتربت كنترول، وده اظن شفتوه في المحاضره مع الدكتور. هبتدي ان انا انيبل فيه، لما انيبل الانتربت على بورت اف انا هانيبل الفلاج او البين او البيت اللي رقم 30 على الريجستر اللي هو انيبل 0 ده. طيب لغايه كده انا عملت انيشاليزيشن على بين 4 في بورت اف، ناقص ان انا اعمل ايه؟ انفوك الميثود دي او انده الميثود دي اللي هي بتاعت ايه، او الفانكشن دي بتاعت الانيبل انتربتس. كده خلاص بين 4 جاهزه عندي ان انا انيبل الانتربت عليها. طيب بعد كده بقى ناقص ان انا احدد البريوريتي بتاعت الانتربت ده. هو كان قايل لي في الكويستشن ان هو عايز بريوريتي 2. طيب هنا بيوريك ان احنا ممكن نعمل البريوريتي دي بكذا طريقه. لو انا هعمل اندنج للفاليو اللي هي في بريوريتي 7 انه اي في سي بريوريتي 7 اندنج مع الفاليو دي عشان اصفر البيتس اللي هي من 21 ل 23، وبعد كده هعمل لها اورنج مع الرقم ده عشان اضمن ان في البيتس من 21 ل 23 هو محطوط لي 2. طيب او ان انا اعمل لها برضو اندنج مع الرقم ده واعمل لها اورنج مع 2 شيفتد بمقدار 21 بت ليفت، او ان انا برضو اعمل لها اندنج مع الفاليو دي وبعد كده اعمل لها اورنج مع 1 شيفتد بقيمه 22 بت. فاي لاين من دول هو هيحط لي في البيتس من 21 ل 23 فاليو 2 اللي هي بتساوي قيمه البريوريتي اللي متحدده لي في السؤال. طيب لغايه كده الجزء ده كده واضح؟ تمام. طيب بعد ما عملت انيبل على الانتربت على بين 4 في بورت اف، ناقص ان انا اعمل ايه؟ ناقص ان انا اكتب الانتربت سيرفيس روتين اللي هيتنده او هيتكول وانس ان انا عملت او شلت ايدي من على البوتون ده. طيب هو عايز ايه؟ هو عايز كل ما اشيل ايدي من على البوتون ده يحصل شيفتنج في الاضاءه بتاعت الليدز او الكومباينيشن بتاعت الليدز. طيب فانا هنا هبتدي ان انا اكتب ميثود او فانكشن اللي هي الهاندلر بتاعت بورت اف، هبتدي ان انا ادخل فيها اعمل ايه؟ انا لازم ان انا اكنولدج ان انا الانتربت ده خلاص هو هيبدا ان هو يتهندل، فمفروض ان انا بحط في الريجستر ده اللي هو الانتربت اكنولدج هحط فيه 1 0، هعمل اورنج مع الفاليو دي، فانا كده خلاص عملت اكنولدج في الفلاج 4، كده انا عملت اكنولدج الانتربت اللي ريسيف على بين 4 في بورت اف. طيب بعد كده انا عايز بقى ان انا ابتدي احط الداتا على الداتا ريجستر بتاع بورت اف. طيب الداتا ريجستر ده هيبقى ايه؟ هيبقى انديكيشن للليدز اللي حصل لها لايتنج. طيب
انا عايزه ان انا احتفظ بكل الكومباينيشن بتاعه اضاءه الليدز. فكان الحل ان انا اعمل ايه؟ اعرف اري هما 3 ليدز فالكومباينيشن بتاعتهم هتبقى 8. طيب الكومباينيشنز دي ان انا 00 و 02 و 04 لغايه 0 اي. ده كده هو عمل كومباينيشن ما بين كل الاضاءه بتاعه الثلاثه ليدز. فالحل ان انا دلوقتي لما اجي اعمل اكنولج للانتربت ابتدي اطلع بالترتيب من الاري بتاعه الكالرنج دي على الداتا. طيب انا عايز في كل مره اعرف انا هطلع اني كومباينيشن منهم. طيب يبقى كده انا محتاج ان انا اعرف كاونتر. الكاونتر ده initialized unsigned 8 بت unsigned بزيرو، وكل مره او كل كليك على البوتن هي increment. طيب فانا هنا اول مره انا دخلت عملت acknowledge للانتربت، دخلت خدت اندكس رقم 0 وطلعته على الداتا ريجستر في بورت اف، وبعدها عملت انكريمنت عشان لما يجي يحصل انتربت تاني فهيجي يخش في الهاندلر هيعمل اكنولج هيلاقي ان الكاونتر حصل له انكريمنتنج فهياخد تاني كومباينيشن في الاري. طيب الستوبنج كونديشن بتاعي بقى ايه؟ ان انا دلوقتي لو الكاونتر بقى 8 يعني انا دلوقتي خلاص من 0 لغايه 7 اخر كومباينيشن في الاري دي رقم 7 اندكس رقم 7. لما يجي يبقى 8 يبقى انا محتاج ان انا ارجع تاني الاول الاري، وده نفس اللي اتقال في السؤال. انا عايز الكومباينيشن ما بين 3 اصفار لثلاث وحايد وبعد كده يرجع تاني لثلاث اصفار سايكليك. فدلوقتي لما هيجي ان الكاونتر بيساوي 8 هيرجع يعمل ان الكاونتر بيساوي 0 وهكذا. كل مره هيحصل انتربت هيخش اكنولج ويختار العده اللي انا موجوده فيها دلوقتي على حسب الكاونتر وياخده يطلعه على الداتا ريجستر بورت اف. طيب لغايه كده الجزء ده مفهوم؟ في حد عنده اي اسئله في الكويستشن ده؟ باشمهندسين حريك، بس انا مش فاهم اللي هو الايدج سنسيتيف واللي هم الثلاث سطور اللي تحت بعض دول، مش عارف ليه دول. طيب زي ما شفتوا في المحاضره مع الدكتور، دلوقتي انا عايزه اعرف الانتربت اللي جاي لي على الانبوت اوتبوت بين دي شكله عامل ازاي. انا دلوقتي السويتشز اكتف لو ولا اكتف هاي؟ اكتف هاي. اكتف لو. اكتف لو. طيب دلوقتي انا عايز ان انا لما اسيب ايدي من على السويتش، سوري، لما كليك على السويتش يعني على الفولينج ايدج يحصل انتربت. فدلوقتي انا عندي 3 ريجسترز اقدر اعرف بيهم الفانكشن دي او اقدر اعرف بيهم الريكويرمنت ده. ان انا هحط في ريجستر اللي هو الاي اس ده هحط فيه ان هو ايدج سينستيف، ايدج سينستيف على بين 4. طيب لما اقول ان هو ايدج سينستيف على بين 4 فانا محتاج ان انا اعمل اندنج مع نوت 1 0. فكده انا حطيت 0 في الريجستر ده. طيب بعد كده انا قلت ان هو edge sensitive بس انا عايز اقول ان هو مش على ال post edges، انا عايز اقول ان هو على ال falling edge. فالحل ان انا احط في register ده ending مع not 1 0 برضو على بين 4. طيب وعايز اعمل بقى clearing للفلاج بتاع او الانتربت بتاع بين 4 فهعمل لها برضو ending مع 1 0. التلاتة
ريجستر دول هم دول اللي بيقولوا لي الانتربت اللي هيجي على البين ده على هو ايدج سنسيتيف او لا، ده فلاج كده انا بريزه وبقول ان هو على البوس ايدجز او على ايدج واحد، وبعد كده بكلير الانتربت على الفلاج ده على البين دي. سوري حضرتك، بس يعني هي في ال في هتبقى في الفولينج ايدج ولا في الرايزنج ايدج؟ في يعني الفولينج ايدج. تمام تمام ماشي، شكرا لحضرتك. طيب حد عنده سؤال في الجزئية دي تاني؟ طيب لو ما حدش عنده سؤال نبتدي ننقل على question 2 في الشيت. طيب question 2 بيقول لي ايه؟ write a C function to initialize systec timer with maximum reload value. طيب احنا عندنا ايه في السيستك؟ اهم ريجسترز اللي مفروض نعرفها. طيب عندي في السيستك ثلاثة ريجسترز. أول ريجستر منهم أنا مفروض إن أنا عندي فيه أربعة بيتس اللي مفروض المهمين اللي أنا أعرفهم هما إيه؟ أول حاجة بيت زيرو اللي هي الإنابل، إن أنا بإنابل السيستك أو الكنترول ريجستر بتاعها. بعد كده الانتربت عليها، إن هيجي انتربت ينتربت التايمر ده أو لأ. وبيت 2 ان انا هانيبل الكلوك عليها. وبيت 16 اللي هي الكاونتر اللي وصلت ليه. طيب تاني ريجستر اللي هو الريلود ار. الريلود ار ده هو الماكسيمم فاليو ممكن ان انا اديها للتايمر ده ويبدا ان هو يكاونت داون عليها. طيب ثالث ريجستر اللي هو الكرنت. الكرنت ده ايه؟ برضه هو 24 بيت كرنت فاليو للسيستك كاونتر. طيب عشان ابتدي اشوف الكويستشن ده باشمهندس معلش اتفضل، هو الحته دي كده داخله في الفاينل اللي هو الدكتور شرح، بس الانتربت سؤال هيقف على كده يعني ما شرحش السيستك. هو المفروض ان انا هدي بريف عليها يعني وهأكد عليكم بعد كده بعد السكشن هي داخلة او لأ في الفاينل. خلاص تمام. خلاص تمام. طيب دلوقتي الثلاثة ريجيسترز دول هم دول اللي بيعرفوا لي جزئية السيستك. طيب نبتدي نشوف الكويستشن ده، ان انا بعمل انيشاليزيشن للسيستك تايمر بماكسيمم ريلود فاليو. طيب هبتدي اكتب ايه؟ فانكشن ان انا هانيشاليز الثلاثه ريجسترز دول زي ما شفتها في البروبرتيز بتاعتهم. طيب انا دلوقتي عشان اجي انيشاليز اي كومبوننت لازم اعمل ايه؟ بديسيبل الكلوك عليه. طيب احنا قلنا ان ريجستر الكنترول ده في الانيبلنج بتاع الانتربت زي ما شفنا، والانيبلنج بتاع الكلوك، والانيبلنج للكومبوننت نفسه او للسيستك كلها. طيب فهنا مفروض ان انا هحط في ريجستر بتاع الكنترول ده هحط فيه زيرو، فانا كده بعمل ديسيبلنج للسيستك
وانا بعمل سيت اب للفاليوز بتاعتها. طيب بعد كده هو بيقول لي ان انا عايز انيشيالايز السيستك بالماكسيمم ريلود فاليو. زي ما شفنا في الصوره دي الماكسيمم ريلود فاليو هم عباره عن 24 بت. فانا لما ادي ماكسيمم ريلود فاليو للريجستر ده يبقى انا عندي 24 بت كلهم بوحيد. وده اللي حصل هنا. دلوقتي انا حطيت في الريلود ار ريجستر حطيت فيه 24 بت عباره عن وحيد. طيب طب مش بنسمع معلش يعني ممكن تقول لنا بس يعني السيستك ده بيعمل ايه والريلود يعني ايه لان احنا فعلا مش عارفينها يعني ايه الحاجات دي. طيب احنا قلنا السيستك ده هي عباره عن تايمر. تايمر خاص بالتليفة. دلوقتي انا لما عايز اعمل او اكونفيجر تايمر بفاليو معينة او ديلي معين. الديلي ده او التايمر ده بيشتغل على حسب الكلوك للبروسيسور بتاعي. وهنشوف طريقة الحسابات بتاعته دلوقتي قدام. طيب انا عايز اعرف الديلي ده هيبقى عبارة عن ايه او الريلود فاليو ده اللي هتتحط في الريجستر ده هتبقى ازاي او هيكاونت من عليها ازاي. دلوقتي لما انا بحط فاليو في الريلود ريجستر ده هو هيبدأ ده الفاليو اللي انا عايزة يكاونت بيه التايمر او دي المدة بتاعت التايمر. طيب سي انا عايز اعمل ديلي مقدار 1 ملي سكند او تايمر يعد لي 1 ملي سكند. طيب الريلود فاليو دي هتبقى ايه؟ الريلود فاليو دي هتبقى عبارة عن الكلوك فريكوانسي بتاعت البروسيسور في التايم ديلي التايم ديلي ده اللي انا عايزاه يعد بيه التايمر اللي هو الواحد ملي سكند. كل ده ماينس 1. فانا دلوقتي لو انا عايز اكونفيجر التايمر بتاعي ان هو يعد لي 1 ملي سكند وانا شغال بكلوك فريكوانسي معينه فانا دلوقتي هحسب الكلوك فريكوانسي دي في التايم ديلي اللي انا عايزاه وماينس من 1 هطلع لي الريلود فاليو اللي المفروض احطها في الريلود ريجستر. لغايه كده الجزء ده مفهوم؟ تمام. طيب احنا قلنا هنا ده او دي القيمة اللي بتتحط في الريلود ريجستر. طيب الكنترول ريجستر انا بقول ايه؟ انا ممكن وانا شغالة في التايمر يجي لي انتربت. انا عايزة تايمر بمثلا هيعد 50 ملي سكند بس عايزاه كل ما يجي 10 ملي سكند يحصل له انتربت. انتربت انه يروح ينفذ لوجيك او فانكشن معينه. فانا دلوقتي البيت دي انا اقدر انيبل عليها الانتربت. طيب بيت زيرو هي السيستك اصلا انيبلد ولا لا؟ طيب بيت 2 بيت 2 دي للكلوك. وبيت 16 هو العد اللي هيوصل ليه التايمر. طيب الكرنت ريجستر الكرنت ريجستر هو الكرنت فاليو للكاونتر بتاع التايمر ده. طيب لغايه كده الدنيا واضحه؟ معلش ممكن بس الريلود وظيفته ايه تاني؟ الريلود ده الفاليو اللي بتتحط فيه عباره عن الديلي
اللي انا عايزاه التايمر يعد بيه او الوقت بتاع التايمر. طيب بيتحسب ازاي؟ زي ما شفنا في القانون ده، انا هبقى مفترضه ان انا شغاله بكلوك فريكوانسي معينه في البروسيسور ده، وهقول ان انا عايزه التايمر يعد لي 1 ملي سكند، فهضرب الكلوك فريكوانسي في التايم ديلي وماينس من 1. تمام، شكرا يا باشمهندس. تمام. طيب دلوقتي لما انا عايزه ان انا انيشالايز التايمر او السيستك تايمر ده بالماكسيمم ريلود فاليو، هعمل ايه؟ انا دلوقتي عايزه كونفيجر 3 ريجسترز، بس قبل ما ابتدي في الكونفيجريشن انا محتاج ان انا ديسيبل السيستك وانا بعمل سيت اب للريجسترز دي، فانا هحط في الكنترول ريجستر الفاليو 0. طيب بعد كده هو بيقول لي انا عايز ماكسيمم ريلود فاليو، يعني اقصى قيمه للتايمر ده. طيب اقصى قيمه للتايمر ده انا مش محتاج ان انا احسب كلوك فريكوانسي، لا، هو الماكسيمم ريلود فاليو اصلا هم عباره عن 24 بت، فهحطهم كلهم بوحيد. طيب بعد كده هحط 0 في الكرنت فاليو، ان هو لسه ما بدأش، انا عايزه كلير الكرنت فاليو، هو لسه ما بدأش انه يعد، فلسه ما فيش فاليو وصل لها، هو بيقف ضل يديكريمنت القيمه اللي في الريلود فاليو ويحطها في الكرنت، ولما بيصفر خالص بيرفع الفلاج بتاع الكاونت ده زي ما شفناه بيبقى بواحد. طيب فانا عايزه كلير الفاليو اللي في الريجستر بتاع الكرنت ده، فانا انا هكتب هنا 0 عشان اعمل له كليرنج. طيب بعد كده انا عايزه بقى انيبل السيستم، حطيت فيها فاليو 5. ليه؟ انا مش عايز انتربت، بس انا عايزه انيبل السيستم وانيبل الكلوك عليها، فجيت هنا حطيت في الكنترول ريجستر الفاليو 5. كده انا عملت انيشاليزيشن للسيستم بالماكسيمم ريلود فاليو. لغايه كده الجزئيه دي واضحه؟ تمام. طيب نبتدي نخش على ثالث سؤال معانا في الشيت. طيب هنا بيقول لك بقى احنا كنا عاملين كونفيجريشن للسيستك تايمر ده ان هو ياخد اقصى قيمه للتايمر. طيب هنا بيقول لك لا، انا عايز ان التايمر ده يويت لواحد ملي سكند، او التايم ديلي بتاع التايمر ده يبقى واحد ملي سكند. يبقى الحل ايه؟ انا دلوقتي دايما هكون مفترضه ان انا عندي الكلوك فريكوانسي هتبقى 16 ميجا هرتز. دي الكلوك. طيب عشان ابتدي اعرف الفاليو اللي في الريلود ريجستر هتبقى بكام، هعمل ايه؟ احنا قلنا ان الكلوك فريكوانسي في التايم ديلي كل ده ماينس 1. طيب الكلوك فريكوانسي قيمتها كام؟ 16 ميجا هرتز في التايم ديلي، انا عايزاه يستنى ايه او يعد ايه؟ 1 ملي سكند في التايم ديلي ب 1 ملي سكند، ودي طبعا الميجا هضربها في 10 باور 6، والتايم ديلي 1 في 10 باور نيجاتيف 3، كل ده ماينس 1، هيطلع لي قيمة الريلود ريجستر. طيب تعالوا نشوف شكل الكود هيبقى عامل ازاي بالمنظر ده. انا في الاول كان في question 2 انا عايز ان انا initialize systic، فعملت function انها systic initialization، بس المرة دي لا، أنا عايز أعمل specific function to wait لواحد ملي سكند.
طيب لو انا مشيت بنفس الايكويشن اللي انا وريتها لكم دي، انا عندي ان الفريكوانسي كانت 16 في 10 باور نيجاتيف 3، الديلي كان الديلي كام؟ 1 في 10 باور نيجاتيف 3، سوري دي باور 6. طيب كل الكلام ده ماينس 1 يبقى 16000 ماينس 1، هيتحط القيمة دي في ريلود ريجستر. طيب بعد كده انا هكلير الفاليو اللي في الكرنت، طيب انا هعرف منين ان التايمر خلاص خلص الواحد ملي سكند بتاعه؟ لما البيت رقم 16 اللي هي الكاونت في الكنترول ريجستر تبقى بواحد. طيب طول ما هي بصفر هو كده التايمر ما خلصش الواحد ملي سكند بتاعته. فهنا عشان اويت واحد ملي سكند لازم اعمل اندنج، اتاكد ان الاندنج بتاع الكنترول ريجستر مع الواحد اللي هي بيت 16 بتساوي زيرو. طول ما كده انا هعمل وايل وهويت لغايه ما تبقى بواحد. وانس انها بقت بواحد فالاندنج مش هيبقى بزيرو، فكده خلاص التايمر خلص الواحد ملي سكند بتاعته. لغاية كده الجزئية دي كده مفهومة ولا في حد وقعت منه جزئية؟ مش مهندسين؟ تمام. طيب واضح للكل؟ مفيش حد عنده اي اسئله؟ طيب نبتدي نخش على رابع سؤال في الشيت. طيب رابع سؤال في الشيت بيقول لي ايه بقى؟ انا دلوقتي هبتدي اوظف الحاجات اللي انا كتبتها قبل كده في ان انا اعمل مالتيبلز من الواحد ملي سكند دي. فهنا بيقول لي write a C function that uses the function written in question 2 to make a generic delay. أنا عايزة أبعت للفانكشن دي بارامتر يقول لي إن أنا هويت لمالتبلز من الواحد ملي سكند. طيب حد عنده اقتراح نعملها إزاي بعد ما كتبنا خلاص إن الفانكشن اللي كانت في question 2 question 3 sorry؟ نبعت الديلي ونحطه في المعادلة بتاعت الريلود. نبعت الديلي، نبعت المالتبل، بس لا مش هنحطه في المعادلة بتاعت الريلود. انا عايز ان انا اعمل مالتبل من واحد ملي سكند، مالتبل ديلي من واحد ملي سكند. فكده خلاص المعادلة بتاعت الريلود ثابتة، صح ولا غلط؟ حد عنده اقتراح تاني؟ باشمهندسين دلوقتي لو انا عندي function بالديلي لمدة واحد ملي سكند زي ما شفنا، أنا عايز أعمل multiples delay من الواحد ملي سكند ده، فأعمل إيه؟ أنا عايز أويت مثلا لمدة 2 ملي سكند، عايز أويت لمدة 3 ملي سكند. هعرف variable إيه؟ مثلا اسمه N وأضربه في الواحد اللي إحنا بنحطه. او انده ال 1 ملي سكند دي كذا مره.
ممكن يبقى البارامتر اللي انا هبعته ده او المالتيبل اللي انا هبعته ده هحط الميثود او الفانكشن سوري بتويت لواحد ملي سكند هحطها جوه فور لوب بتلوب بالمقدار ده. طيب هنا انا عملت ايه؟ انا عملت فانكشن هبعت لها الانسايند 32 بت تايم ده اللي هو المالتيبل اللي انا عايزه اديلي بي، وهعرف الكنترول فاريبل بتاعي بتاع اللوب الاي، وهلوب من الاي دي بزيرو لغايه اقل من التايم او المالتيبل اللي انا عايزاه، وانده الفانكشن اللي انا كنت عاملاها بتاعت السيس تيك ويت 1 ملي سكند. فانا كده سيبعت 2 فهو هيويت 1 ملي سكند عند الاي بزيرو، وهيويت 1 ملي سكند عند الاي بواحد، وعند الاثنين هيخرج، فكده هو عمل 2 ملي سكند، وهكذا في اي عدد انا هبعته في التايم. واضحة الجزئية دي كده؟ تمام. طيب نبتدي نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه؟ write a C program to flash ال RGB LED بتاعت التيفا. each color بالترتيب، عايز يفلاش من الاحمر للاخضر سوري من الاحمر للازرق للاخضر، بس بديلي 1 سكند ما بين كل للدايه والثانيه. طيب وهنا بيقول لك ان الاحمر بيبريزنت باي 02 هكسا، والبلو 04، والجرين 08. طيب يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج حاجتين. انا محتاجه الليدز دي على بورت اف صح، فانا محتاج انيشيالايز بورت اف بالليدز، وده احنا شفناه قبل كده. طيب محتاج ايه تاني؟ محتاج انيشيالايز السيستك عشان احقق الديلي بتاع الواحد سكند، ومحتاج ايه تاني؟ محتاج بقى ان انا بعد ما اخلص اقول ان عند الواحد سكند دي هيبتدي يطلع او هيبتدي يفلاش الليدز دي على بورت اف، فانا محتاجه ان انا انيشالايز الاثنين دول، وبعد كده ابتدي اشوف الفلاشنج ده هيتم ازاي. طيب هنا انا عندي ايه؟ انا هبتدي اكتب الكود بتاعي في المين، محتاج اعرف فاريبل يحدد لي الفلاشنج بتاع الليد او يحدد لي الداتا اللي هتتكتب على الداتا ريجستر بتاع بورت اف. ده كده باعتبار ان احنا عملنا انيشاليزيشن اصلا للبورت اف قبل كده، وده احنا شفناه في السؤال الاولاني. بس هنا في البارت ده هو قايل لي ان انا عايز افلاش بديلي واحد سكند ما بين كل للدايه والثانيه. طيب
فانا كده هعتبر ان انا عامل خلاص initialization للسيستك، وعامل الميثود اللي هي بتديلي 1 ملي سكند، وناقص ان انا اظبط الميثود اللي هي او الفانكشن اللي هي بتديلي 1 ملي سكند دي انها الديلي 1 سكند ما بين كل للدايه والتانيه. طيب وده انا عايزاه بشكل كونتينوس. فالحل ايه؟ ان انا هعرف while 1 while 2 ده هيحصل لي دايما، وعايز ان انا اقول هبتدي من اول ما الليد عندي بريد لغايه ما الليد تبقى عندي بجرين، وهشفت الفاليو بتاعت الليد دي بمقدار 1 بت ليفت. طيب بعد كده انا عايز ان انا اقفل كل الليدات، فانا هعمل اندنج مع نوت 3 وحايد في البنز من 1 لـ3. انا عندي الليدز على بريفرال 3 وبريفرال 2 وبريفرال 1. فدلوقتي عشان اقفلهم هم اكتف لو اكتف هاي سوري، فانا عايزه احط صفار في البنز من 1 لـ3، فهعمل لها اندنج مع نوت 0E. طيب بعد كده انا عايزه اطلع الفاليو الكرنت اللي موجوده على الفاريبل الليد ده على الداتا ريجستر بتاع بورت اف، فهعمل لها اورنج مع الفاليو دي. طيب كده في اول لفه في اللوب دي هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي الريد ليد. طيب عشان اجي بقى انور الليد البلو هعمل ايه؟ لازم اويت 1 سكند. طيب انا عندي فانكشن بتويت 1 ملي سكند، فالحل ان انا ابعت لها المالتيبل اللي من 1 ملي سكند عشان يحقق لي الثانية اللي انا عايز اعمل لها بيها ديلي. فلو رجعت هنا للكويستشن اللي قبله، انا لو بعت هنا للديلي دي التايم 1000، فهيلف من 0 لـ1000 ويويت 1 ملي سكند، فانا كده حققت الثانية اللي انا عايز اعمل لها ديلي. طيب في تاني لفة هو هيكون عمل شيفتنج للليد فاريبل ده بمقدار 1 بت ليفت، فهيجي هيبقى 0.4 0.4 اقل من ال 0.8 تمام، اللي هي البلو ليد، وهيبتدي ان هو ينيشاليز الداتا ريجستر ان هو يصفرهم يقفلهم كلهم ويطلع الليد البلو ليد على الداتا ريجستر وديلي 1 سكند. واللفه الثالثه هيكون عمل شيفتنج، فهي هتبقى ايكوال 0.8 ويطلعها على الداتا ريجستر ويويت 1 سكند برضو، وبعد كده هيخرج من لوب ويوايل على طول. طيب لغاية كده الدنيا واضحة؟ تمام. كان ممكن هنا تتعمل بشكل مختلف. لو انا مش عايز ان الليد تبقى هي الكنترول فاريبل بتاعت الفور لوب، كان ممكن اعمل ايه؟ هعمل فور من اي، هعرف فاريبل اسمه اي وده الكنترول فاريبل بتاع الفور، من 0 لأقل او بتساوي الاثنين، فانا كده هلف 3 لفات، والتغيير بتاع الفاريبل بتاع الليد ده اغيره هنا جوه الفور لوب بان انا شفت 1 بت في كل لفه. فدي راجع للي بيكتب الكود، يا يكتبها بالشكل ده يا يكتبها بالشكل ده، بس الاثنين بيأدوا لنفس النتيجه. طيب لو محدش عنده اي اسئله في الجزئيه دي ممكن ننقل الكويستشن اللي بعده في الشيت.
طيب نبتدي نخش على السؤال السادس في الشيت. بيقول لي ايه دلوقتي بقى؟ هيبدا يعمل ميكسنج ما بين السيستك تايمر مع الانتربت بتاعها. طيب هنا بيقول لك write using C a function to initialize systic period interrupt periodic interrupt each 10 ملي سكند في priority 1. بيقول لك assume ان السيستم كلوك هي 80 ميجا هرتز. طيب انا هأكد عليكم في الجزئية دي بعد السكشن، بس ولو الجزئية السيستك دي معانا فهو دايما الديفولت فريكوانسي ب 16 ميجا هرتز، دايما الديفولت فريكوانسي ب 16 ميجا هرتز. لو ما قالكش اكسبليسيت في السؤال ان هو بيقول لك اسيوم ان السيستم كلوك ب 80 ميجا هرتز. طيب هنا بيقول لك عرف periodic interrupt للسيستك كل 10 ملي سكند في priority 1، واكتب interrupt service routine بي increment global variable بواحد. يعني عايز ايه؟ عايز كل 10 ثواني، كل 10 ملي سكند الانتربت هيعمل انتربت للسيستك ده، وهيروح ينفذ انتربت سيرفيس روتين بانكريمنت فاريبل ب 10 بواحد، فاريبل اسمه كاونت 10 ملي سكند بواحد. يبقى هو كده هيعد لي ايه؟ هيعد لي كام 10 ملي سكند عدوا. حد عنده مشكلة في فهم السؤال نفسه؟ باشمهندسين الدنيا واضحة قبل ما نخش على السولوشن؟ اه تمام واضحة يا باشمهندس. طيب نبتدي نشوف دلوقتي انا عشان استخدم السيستك احنا كنا بنعمل ايه؟ لازم اعرف الريلود فاريبل، الريلود فاليو سوري اللي بتتحط في الريجستر. وهنا هو كان بيقول لي ان الديلي ب 10 ملي سكند، بس قال لي لا افترض بقى ان الكلوك فريكوانسي هي ب 80 ميجا هرتز. طيب فانا ممكن قبل ما اخش في الفانكشن اللي هكتبها انا ممكن اعرف كونستانت هاش ديفاين. طيب هاش ديفاين ايه؟ البيريود دي قيمتها ايه؟ قيمتها ال 80 ميجا هرتز في ال 10 ملي سكند، ودي قيمه البيريود، وانزل في الريلود ريجستر ماينصها ماينص 1، او العكس انا ممكن كنت اعمل لها ماينص فوق واحطها تحت مش هتفرق، هي هي. طيب فانا كده قبل ما اخش في الفانكشن بتاعتي عرفت قيمه الريلود ريجستر. طيب تاني حاجه هو عايزني ايه؟ عايزني لما يجي لي انتربت على التايمر ده ينكريمنت فاريبل بواحد، كل مره هيجي لي كل 10 ملي سكند يعد. فهعرف الفاريبل ده جلوبال وهانيشاليز القيمه بتاعته لزيرو. طيب نبتدي بقى نكتب الفانكشن بتاعتنا، الفانكشن بتاعت الانيشاليزيشن للسيستك انترب. طيب انا اول حاجه زي ما شفنا في بقيه الاسئله قبل كده، اول حاجه عشان اعمل انيشاليزيشن للسيستك هعمل ايه؟ هديسيبل السيستك قبل ما اعمل لها كونفيجريشن للريجسترز بتاعتها. يبقى بحط في الكنترول ريجستر
بحط فيه 0. طيب تاني حاجة الريلود أو مدة التايمر ده، مدة التايمر ده عبارة عن إيه؟ أنا عرفت البيريد فوق، طيب ناقص إن أنا أعمل ماينس للبيريد دي، فهحط البيريد ماينس 1 في ريلود ريجستر لغاية كده تمام. طيب الكارنت هو لسه ما عدش حاجة، فأنا محتاج إن أنا أصفر الريجستر ده، فهحط في الكارنت 0. طيب في حاجة زيادة بقى في الجزئية دي، هو بيقول لي ان التايمر هو مش هيشتغل كتايمر عادي، لا هو هيتايم ويجي له انتربت. انتربت كل ما يعد الفاليو او كل ما يعد القيمة اللي في الريلود ريجستر. طيب الانتربت ده ليه بريورتي زي ما قال لي في السؤال، البريورتي بتاعته ايه؟ عايز بريورتي 1. طيب عشان اقدر اعرف البريورتي للسيستك ده في ريجستر اسمه NIVC System PRI 3، ده الريجستر اللي بيعرف بيه البريورتي بتاعت الانتربت الانيبل ده على السيستك ده. تاني شايفين الثلاثة ريجسترز دول؟ احنا قلنا عشان نينيبل الانتربت على السيستك احنا كنا بنحط في بيت 1 في الكنترول كنترول ريجستر بواحد. في بقيه الاسئله قبل كده في الشيت احنا ما كانش عندنا انتربت على السيستك، بس المره دي لا، انا عايزه كل ما يصفر او كل ما البيت بتاعت الكاونت دي تترفع بواحد، يعني كده خلص المده بتاعت الريلود ريجستر، ينبل انتربت عليها، يروح ينفذ انتربت سيرفيس روتين ينكريمنت فاريبل بواحد. طيب بس بيقول لي الانتربت ده بقى ليه بريورتي، فالبريورتي بتاعه السيستك بتتحدد من الريجستر ده، وبيقول لي انها بريورتي 1. طيب البريورتي بتاعه السيستك البيتس بتاعتها ايه؟ من 29 ل 31، دول البريوريتي بيتس بتاعت السيستم. طيب فانا عشان احط الفاليو اللي هي بتاع واحد دي في البيتس من 29 ل 31 انا محتاج ان انا اعمل اندنج مع صفرين وقفات بالمنظر ده. ليه؟ عشان اصفر البيتس اللي هي من 29 ل 31، وبعد ما صفرهم هعمل لهم اورينج مع 2 صفار بالمنظر ده. فكده انا ضمنت ان الفاليو اللي في الريجستر PRI 3 ده او البريوريتي بتاعت الانتربت بتساوي 1. طيب بعد كده خلاص انا كده خلصت configuration او سيت اب او initialization للسيستك، محتاج اعمل ايه؟ اعمل لها enabling بقى. طيب انا كل مره بعمل لها enabling 5، ليه؟ عشان انا كنت بعمل enabling للكلوك وenabling للسيستك نفسها، بس هنا المرة دي هو بيقول لي لا انا عايز كمان انتربت عليها، فهحط فيها 7 1 و 2 و 4 في الثلاثة بيتس دول في الريجستر في الكنترول ريجستر. فعشان كده انا حطيت 7 في الكنترول ريجستر هنا. كده خلاص انا خلصت initialization للسيستك بالانتربت عليها. هعمل ايه؟ هنده الميثود او الفانكشن بتاعت الانيبل انتربتس زي ما شفنا في المحاضره. طيب يبقى كده كل ما هيعدي 1 ملي 10 ملي سكند هيروح ينفذ الانتربت سيرفيس روتين اللي انا المفروض اكتب له الهاندلر بتاعه. يبقى انا كده خلصت خلاص انشاليزيشن للسيستم، محتاج اكتب الانتربت سيرفيس روتين اللي هيتنفذ كل 10 ملي سكند. هيعمل ايه؟ فانكشن بسيطه بتجمع 1 على الجلوبال فاريبل اللي هو الكاونت 10 ملي سكند. يبقى كده عند 10 ملي سكند اول 10 ملي سكند الفاليو هتبقى بايه؟ بواحد، 20 ملي سكند باتنين، 30 ملي سكند بالتلاتة، وهكذا. يبقى هو الهدف من السؤال كله هو عايز يعد كام 10 ملي سكند هتعدي عليا في الوقت.
من اول ما يبدا initialization للسيستك لغايه كده. الجزء ده كده واضح؟ باشمهندسين حد عنده اي سؤال في الجزء ده؟ يا جماعة حد يرد؟ واضح. اه تمام تمام مش حد عنده اي اسئلة في الجزء ده؟ طيب نبتدي نخش على question 7. question 7 بيقول لي ايه؟ بيقول لي write using C a main function that calls three functions اللي هما task 1 و task 2 و task 3. طيب بيقول لي ايه؟ ان task 1 هي دي مفروض يحصل لها run كل 10 ملي سكند، و task 2 يحصل لها run كل 20 ملي سكند، و task 3 يحصل لها run كل 30 ملي سكند. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ assume ان في global variable اسمه count 10 ملي سكند هيحصل له initialization في الأول بزيرو وهيت increment by one كل 10 ملي سكند. طيب دلوقتي لما التاسك دي هترن كل 10 ملي سكند يبقى الفاليو اللي في count 10 ملي سكند دي هتبقى بواحد. طيب تاسك 2 دي هترن كل 20، يعني العشرة التانية هتبقى الكاونت 10 ملي سكند دي باتنين. طيب 30 ملي سكند هيكون عدى 10 تانيين، فالكاونت 10 ملي سكند دي بتلاته وهكذا. فهو عايز اكتب مين فانكشن بتنده التلات تاسكات دول، تاسكات ممكن دامي، تاسك بتعمل اي حاجه ان شاء الله، حتى بتنكريمنت فاليو او بتاساين فاليو ل variable. المهم ان التاسك الاولانيه كل 10 ملي سكند، والتاسك الثانيه كل 20 ملي سكند، والتاسك الثالثه كل 30 ملي سكند. طيب نيجي نشوف شكل الكود هيبقى عامل ازاي. طيب اول حاجه انا محتاج ايه؟ انا محتاج اعمل initialization للسيستك. فانا هنا كتبت تعريف الفانكشن دي، وهحتاج ان كل ما هي هيعدي الوقت بتاع السيستك انا محتاج ان انا انفذ interrupt. انا هعرف منين؟ انا هعرف ان انا عندي سيستك شغاله كل 10 ملي سكند، عايزه كل ما يعدي 10 يروح ينفذ تاسك معينة، فأنا محتاج إن أنا enable interrupt على السيستك دي. طيب هنا هبتدي إن أنا أكتب الفانكشن بتاعتي بتاعت الانيشاليزيشن، نفس الكلام اللي إحنا شفناه قبل كده. أنا دلوقتي هحط في الكنترول ريجستر بتاعي زيرو، وهحط في الريلود ريجستر قيمة ال 10 ملي سكند دي ماينس 1 بالكلوك بتاعتي، الكلوك في الديلي ماينس 1، هيطلع لي الفاليو اللي هتتحط في الريلود ريجستر. طيب بعدها هكلير الفاليو اللي في الكرنت، هو لسه ما عدش حاجه، نفس الكلام اللي شفناه قبل كده. طيب بعد كده انا هيجي لي انتربت بقى على السيستك دي، فمحتاج ان انا اساين البريوريتي للانتربت اللي هيجي على السيستك ده.
فبريوريتي 1 وده شفناه في السؤال اللي قبل كده. طيب بعده انا عايز بقى انيبل السيستك بالانتربت عليها، فهحط 7 في الكنترول ريجستر. لغايه كده الدنيا تمام في الانيشاليزيشن. طيب تاني حاجه، تاني حاجه انا عايز اكتب الهاندلر اللي هيتعمل لما يجي لي الانتربت. الهاندلر اللي هيتعمل لما يجي لي الانتربت انا هعمل ايه؟ هكاونت او هانكريمنت الفاريبل الجلوبال اللي هو 10 ملي سكند. انا عرفت فوق فاريبل اسمه كاونت 10 ملي سكند، الانيشال فاليو بتاعته بزيرو، فهو كل لما هيجي له 10 ملي سكند هيروح ينفذ الانتربت اللي في السيست الانتربت سيرفيس روتين اللي في السيستك هاندلر، هينكريمنت الفاريبل ده بواحد. وهنشوف الران فلاج دي ايه فايدتها دلوقتي، بس خلينا في الجزئيه دي. انا دلوقتي هانكريمنت الفاريبل ده. طيب ناقص ان انا اعرف التاسكات بتاعتي. هو بيقول لي ان في 3 فانكشنز، تاسك 1 وتاسك 2 وتاسك 3. ابتدي اعرفهم الاول وبعد كده اشوف الكولينج بتاعهم هيبقى عامل ازاي. طيب انا عرفت 3 ميثودز، تاسك 1 وتاسك 2 وتاسك 3. دامي انستراكشن، انا عرفت 3 variables، unsigned 32 بت، dummy variables initialization بتاعهم بزيرو، عشان بس اقدر اعمل representation للتاسكس بتاعتي. وبت increment كل تاسك بت increment الvariable بتاعتي. طيب بعد كده انا هاجي في المين هنده السيستك initialization. طيب بعد ما ندهت السيستك initialization هعمل ايه؟ هقول ان ده while 1 دايما هيحصل الكود ده. طيب while 1 لما الفلاج بتاعي بيبقى بريزد، الفلاج ده هيريز من الانتربت. الفلاج ده دايما اول مره هيخش انا معرفه variable boolean run flag true. run flag true ده هيخش اول مره ينفذ task 1. طيب task 1 هتروح تincrement الكاونت، هتروح تincrement سوري الدامي فاريبل بتاعها. طيب هيجي انتربت للسيستك، هيجي انتربت للسيستك هيكاونت الفاريبل اللي هو 10 ملي سكند، هيبقى بكام؟ بواحد. بواحد هيروح رافع الفلاج بتاع الانتربت وهينفذ تاسك 1. طيب تاني حاجة، لو الكاونت الريميندر ريميندر ديفيجن بتاعه باتنين يبقى كده الكاونت بقى باتنين، هيروح ينفذ تاسك 2، يبقى كده التايمر بتاعي عد 20 ملي سكند. طيب بعد كده لو الكاونتر بقى بثلاثة، بقى بثلاثة يعني الريميندر ديفيجن بتاعه مع او الكوشنت بتاعه مع ثلاثة هيساوي زيرو، هيروح ينفذ تاسك 3. طيب خلص خلاص الاكسكيوشن بتاع التاسكات دي عند 10 ملي سكند وعند 20 ملي سكند وعند 30، هينزل الفلاج بفولس، هينزل الفلاج بفولس عشان ما يخشش ينفذه تاني. طيب لما هيجي ينفذ الانتربت تاني هيروح ينكريمنت ويرفع الفلاج، وبالتالي هيرجع تاني يخش في الايف كونديشنز دي لغايه كده. الدنيا واضحه؟
تمام. حد عنده أي أسئلة في الجزء ده؟ باشمهندسين لو حد عنده أي أسئلة في الجزء ده أعيده. طيب نبتدي ننقل على آخر سؤال في الشيت. طيب بيقول لي إيه؟ Write using C a function to initialize timer 3 in countdown periodic mode. أنا دلوقتي عندي من ضمن التايمرز اللي في البروسيسور بتاعي عندي تايمر اسمه تايمر 3. تايمر 3 ده هو 32 بت بيشتغل في countdown periodic mode. countdown إن الفاليو اللي في الريلود ريجستر دي هتكاونت داون على حسب الـ falling edge أو rising edge. طيب بيقول لي a function to initialize port F pin 4 as a digital input with both edge triggering. كان في السؤال الأولاني بيقول لي لأ هو عند الـ falling edge. المرة دي لأ أنا هكونفيجر الـ أو هست أب أو هانيشالايز pin 4 في port F ان هيجي له انتربت على البوس ايدجز لما اكليك على البوتن او ان انا اسيب ايدي من على البوتن. طيب بيقول لي ان الانتربت اللي هيجي على بين 4 في بورت اف البريوريتي بتاعته بتلاتة. طيب في الانتربت سيرفيس روتين بقى اللي هينتربت لما اجي اكليك او اسيب ايدي من على السويتش ده هيعمل ايه؟ انا عايزاه يحسب لي الوقت ما بين ان انا عملت كليك على البوتن وسبت ايدي من على البوتن. بمعنى اصح ان انا لما باجي بكليك على البوتن هو بيبقى فولينج ايدج. طيب لما باجي اسيب ايدي من على البوتن هيبقى رايزنج ايدج. يعني عايز احسب الوقت ما بين الكليك والنسيب. طيب فهو هنا بيقول لي في الانتربت سيرفيس روتين هو عايز يحسب الوقت ما بين الفولينج ايدج او الرايز ما بين الفولينج ايدج والرايزنج ايدج بتاعت البوتن وخزن القيمه دي في جلوبال فاريبل اسمه بوتن بريس تايم ملي سكند. يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج اكتب فانكشن انيشالايز port f ومحتاج ان انا اكتب function to initialize ال timer 3 ده ومحتاج ان انا اكتب handler يحسب لي الوقت ما بين ال falling edge وال rising edge. طيب نيجي نشوف شكل الكود هيبقى عامل ازاي. طيب هنا اول حاجه انا عايز اعمل initialization لبورت اف. الفانكشن اللي هكتبها عشان initialize بورت اف هيبقى اسمها push button initialization. طيب شكل الريجسترز هو مختلف شويه عن اللي احنا شفناه في اللابس. ليه؟ انا ما كنت هنا بعمل اورنج مع 2 0 في الريجستر ده انا كنت كده بانيبل الكلوك على بورت اف. طيب الريجستر اللي هو R5 ده سيستل R5 ده متعرف في الهيدر فايل بتاع التيفا واخد الفاليو اللي هي 2 0 دي. فلو انا عملت اورنج مع 0 هيكسا 0 اكس 2 0 بالمنظر ده عادي او ان انا عملت import للهيدر فايل بتاع التيفا وحطيت اسم الريجستر ده اللي هو stored في الفاليو اللي هي 2 0 فالاثنين زي بعض.
بعد كده دي كده dummy instruction زي ما شفناها في اللابس فده عادي. بعد كده انا محتاج اعمل ايه؟ نفس الستبس اللي احنا كنا بنعملها عشان initialize بين 4 في port f. هانيبل الديجيتال بينز على بين 4 برضو نفس الكلام بين 4 bf 4 md انا عاملاها هنا constant واخد 0x10 كأني عملتها ORing مع الفاليو دي فده عادي. طيب بعد كده هانيبل البول اب على بين 4 نفس الكلام مع نفس الفاليو. طيب بعد كده بقى هو عايز ان على السويتش او على البين 4 دي هيجيله انتربت وانتربت قال لك على البوس ايدجز. فالحل ان انا هعمل ending مع not نفس القيمة اللي فوق زي ما شفنا في السؤال الاولاني ending مع not 10 بالهكس. طيب وهقول ان الانتربت اللي هيجي ده على البوست ايدجز sorry on post edges. فدلوقتي هعمل له ORing مع الفاليو دي كده انا هحط فيه واحد ان هيبقى على البوست ايدجز. طيب وبعد كده هعمل ايه؟ هعمل كليرنج للفلاج. طيب اخر حاجه انا عايز اعمل ايه؟ هانيبل الانتربت على بين 4 دي فالانتربت هيتانيبل من الريجستر اللي هو الاي ام على بورت اف برضو ORing مع الفاليو 10 بالهكس. وناقص ان انا احدد البريورتي. البريورتي زي ما شفناها انها 21 ل 23 دول البيتس اللي على ريجستر بي ار اي 7 بورت اف. نفس الكلام اللي شفناه هنعمل اندنج مع الفاليو دي وORing كنا قلنا مع واحد شيفتد ب 21 او اثنين سوري اثنين مع 21 او واحد مع 21. فهنا هو عايز يست بريورتي 3 فهنا هيعمل لها شيفتنج ليفت بمقدار 21 بت. يبقى كده انا حطيت في البيتس اللي هي من 21 ل 23 ثلاثة عشان اقدر اقول ان الانتربت اللي هيجي على بين 4 في بورت اف البريورتي بتاعته 3. طيب بعد كده هانيبل بقى البيت هانيبل الانتربت على بورت اف كله. حطيت في بيت رقم 30 1 لغايه كده الجزء ده مفهوم. لو حد عنده أي أسئلة في الجزئية دي يقول. هو ده نفس الجزئية اللي كانت في question 1 و question 2. تمام يا باشمهندس. طيب بعد ما عملت initialization لبين 4 في بورت اف محتاج اعمل initialization ايه؟ للتايمر. طيب المرة دي هو بيقول لي انه مش السيستك لا ده تايمر في البروسيسور اسمه تايمر 3. طيب تايمر 3 ده ليه مجموعة ريجسترز هنشوفها وزي ما قلت لكم هأكد عليكم في الجزئية دي يا التايمرز كلها داخلة معانا أو لا. بس مبدئيا هنبتدي نبص عليهم. دلوقتي أنا عندي عشان أعمل initialization للتايمر بنفس الطريقة اللي كنا بنعمل بيها initialization للسيستك في register عندي بياخد إن هو value enabled عشان enable
التايمر 3 موديول ده. طيب انا عندي هنا في الهيدر فايل ده في كونستانت واخد 0.8 0.8 دي ان انا بانيبل تايمر 3 في التيفا، فهعمل له اورنج مع الفاليو الهاش ديفايند فوق دي. طيب بعد كده دي دامي انستراكشن زي ما شفنا قبل كده. بعد كده هبدا اعمل ايه؟ هديسيبل التايمر زي ما كنا بنديسيبل السيستك قبل الكونفيجريشن. فهعمل اندنج مع نوت 01. طيب بعد كده انا عايز 32 بت للتايمر مود، هو ممكن يشتغل بكذا مود 32 بت او 8 بت. فانا عشان اعمل كونفيجريشن ان هو 32 بت فهحط في الكونفيجريشن ريجستر 0 هكسا. طيب هو قال لك هنا في السؤال قال لك انا عايز يشتغل كاونت داون بيريودك مود، فعشان اشغله كاونت داون بيريودك مود هحط في ريجستر اللي هو تي اي ام ار 02، يعني البيت الثانيه بواحد. طيب عايز بقى التايمر بتاعه ده انا عارفه هيويت قد ايه؟ لا هو ما قاليش. طيب احنا قلنا ان التايمر ده شغال 32 بت تايمر، ففي ريجستر اللي هو تي اي اي ال ار هحط فيه الماكسيمم ريلود فاليو. احنا شفنا في السيستك الماكسيمم ريلود فاليو كانت 24 بت، فكنا بنحط اول 8 بتس بزيرو، بس هنا لا الماكسيمم ريلود فاليو 32 بت. 32 بت يعني الماكسيمم هيبقى كلهم بواحد، دايما هيفضل يعد عند الفولينج، يجي له انتربت عند الفولينج ايدج وعند الرايزنج ايدج، دايما ما عندوش وقت معين الماكسيمم ويتنج بيريد. طيب بعد كده انا ما عملت ديسيبل للتايمر قبل ما ابدا، هرجع اعمل انيبلنج لي يبقى اورنج مع 01. كده انا خلصت انيشاليزيشن لتايمر 3. يبقى انا كان عندي ايه؟ انا كان عندي ان انا اعمل انيشاليزيشن للبوتن اللي هيجي عليه الانتربت، واعمل انيشاليزيشن للتايمر اللي هيعد بيه. طيب ناقص بعد كده الهاندلر اللي هيتنفذ، او الانتربت سيرفيس روتين اللي هيتنفذ لما اجي اكليك على البوتن واسيب ايدي. ده عايزه يعد ايه؟ عايزه يعد الوقت او يحط الوقت اللي ما بين الفولينج ايدج والرايزنج ايدج. طيب انا هعرفه ازاي؟ دلوقتي في فاريبل اسمه تكس بير ميلي سكند، ده فوق متعرف انه 16000. 16000 ده الوقت اللي انا عايزه يعد فيه. فانا دلوقتي لما اجي اخش في الهاندلر انا هقول ان انا اكنولج فلاج 4 على بورت اف زي ما شفنا قبل كده، ان انا هعمل خلاص انا باكنولج ان في انتربت فلاج ريزد على بورت بين 4 في بورت اف. وبعد كده هشوف ان انا لو في 1 على الديتا ريجستر بتاعت بورت اف بين 4، 1 ده يعني ايه؟ 1 ده يعني الفولينج ايدج. احنا قلنا ان البوتونز هي اكتف لو، يعني في 0 على بين 4 في بورت اف. طيب لو اندنج مع 1 0 ب 0 يبقى انا كده عند الفولينج ايدج. الفولينج ايدج بقى تايم هحسبه ازاي؟ في ريجستر تاني مع تايمر 3 اسمه تي اي ار
ده بيعد الوقت اللي عد التايمر على توتال العدات اللي هيعدها. فانا لما اقسمهم على بعض هيجي لي وقت الفولينج ايدج. طيب إلس لو انا كاتب بقى عدات الريجستر واحد يعني على الرايزنج ايدج، يعني انا كده شايل ايدي من على البوتن، يبقى نفس الفاليو اللي في التي اي ار ريجستر لما اقسمها على توتال العدات كلها هيجي لي وقت الرايزنج ايدج. وكده دول تو جلوبال فاريبلز، فهيبقى لما هيجي يخش على الفولينج ايدج هيخزن القيمه دي فيه، ولما هيجي على الرايزنج ايدج هيخزن القيمه دي فيه، وفي الاخر انا عندي فاريبل معرفاه فوق اللي هو البوتن بريس تايم في الملي سكند هماينس الاثنين من بعض، الفولينج ايدج تايم ماينس الرايزنج ايدج تايم. فكده انا جبت الوقت اللي ما بين كل كليكايه والتانيه. لغاية كده الجزء ده مفهوم؟ أنا عارفة أنها تفاصيل كتير بس نحاول نجمع مع بعض، وأنا هأكد عليكم على موضوع التايمرز ده بعد السكشن. مش مهندسين باشمهندسين، في حد عنده أي أسئلة في السؤال ده؟ يعني الدنيا واضحة للكل، مش حد عنده أي سؤال؟ طيب لغاية كده احنا خلصنا مفروض الكويستشنز اللي في شيت 7. بعد السكشن انا هأكد عليكم على جزئية التايمرز، هي داخلة معانا في الفاينل او لا، ولو حد عنده اي اسئلة يقول.